بس احنا قلوبنا مشغولة بحياتك في الدرجة الأولى، عايزينك تسمع وتصلي وصلاتك تصبح مقبولة، وتسلم للرب طريقة وتلاقي مشاكلك محلولة، في رسالة جاية لك من القلب، رسالة من القلب، رسالة من القلب. صباح الخير يا أحبة، نرحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح في الكنيسة المعمدانية العربية بواشنطن دي سي. وهذا اليوم اجتماعنا الثالث من هالسلسلة الاجتماعات اللي ابتديناها امبارح صباحا وبعد الظهر، والرب باركنا جدا في اجتماعاتنا امبارح، وتوقعاتنا اليوم في هذا الصباح هيدا ان الرب فعلا يباركنا. بنحب نرحب بكل شخص فيكم موجود معنا في الصباح، بنفس الوقت بنحب نرحب بكل الاشخاص اللي موجودين معنا عبر خدمات التواصل الاجتماعي وعبر قناة الكرمة، وبالمناسبة بنشكر قناة الكرمة من أجل نقل هذا البرنامج بهذا الوقت. خلونا نحن قدام الرب نطلب بركة الرب على اجتماعنا، وبعدين نبتدي بالتسبيح والترنيم. تعظمك وتشكرك قلوبنا يا سيدي الرب، تباركك نفوسنا يا سيدي الإله، لأنك أنت الذي صنعت معنا أكثر جدا مما كنا يا سيدي الرب نتوقع أو من أيضا نستحق، لأننا نحن الذين بعدنا عنك أدرنا القفا لك للوجه وقلنا لك بطرقك ابعد عنا وبمعرفة طرقك لنسر، لكنك يا رب بنعمتك العظيمة وبمحبتك اللامتناهية أرسلت ابنك الوحيد إلى عالمنا لكي يموت على خشبة الصليب مكان كل واحد منا، لكي كل من يؤمن بك لا يهلك بل ينال الحياة الأبدية. يا سيد الرب نحن الذين افتديتنا نريد في هذا الصباح أن نرفع قلوبنا وأصواتنا بالشكر والحمد لك، ونقول لك شكرا لك لأنك حررتنا ولأنك تبنيتنا، ولهذا يا سيد الرب أرجوك أن تتقبل عبادتنا في هذا الصباح، أن تكون لمسرة قلبك، وأنت أنت يا سيد الرب تبارك عبدك من تستخدمه في الترنيم وأخونا من تستخدمه في الكلمة. ليتك يا سيدي تبارك كل الأشياء، وأنت يا سيد الرب تصنع كل الأمور بحسب مشيئتك، ولكل إنسان في هذا المكان أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي أن تصل الكلمة كما أنت تريد، حتى يا سيد الرب هناك تنبت وتثمر وتأتي بثمار تمجد اسمك المبارك. نصلي هذا يا أبانا في الروح القدس، ولك باسم يسوع المسيح كل حمد وتسبيح وشكر وإكرام على الدوام إلى الأبد، أمين. خلينا نبتدي في الوقت هذا بالتسبيح والترنيم مع الأخ منير. أخ منير تفضل. ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس، علشان ننال التبني. شخص المسيح هو الوحيد اللي دعي عليه يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا أو أبو الأبدية رئيس السلام. ليك المجد يا فدينا، اتجسدت وجيت لينا، نورك نور أراضينا. صدقوني بدون المسيح كانت هتفضل الأرض ظلمة، لكن هو قال عن نفسه أنا هو نور العالم. وعايز أقول لكم خبر حلو، ربنا بعتنا في كل مكان بيبعتنا فيه وقال أنتم نور العالم، صدقوا. فالقمر بيعكس نور الشمس، أمين. هو شمس البر والشفاء في أجنحتها. يلا نسبح الرب مع بعض. ليك المجد يا فدينا، اتجسدت وجيت لينا، نورك نور أراضينا يا عجيب. وهنفضل نغني لك وهنعيد بمجيئك، نرفع راية إنجيلك يا عجيب. يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبا أبدي يا رئيس السلام،
يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبا أبدي يا رئيس السلام. أنت الله المتجسد والماسيا المتمجد والخليقة بتردد يا عجيب. أنت مشتهى الأمم فيك الآمن والنعم ليك الحب والنغم يا عجيب. يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبا أبدي يا رئيس السلام. يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبا أبدي يا رئيس السلام. عجيب إلهنا في محبته، عجيب في حياته، عجيب في موته، وعجيب أيضا في قيامته. المسيح هو الوحيد الحي من الأموات. يا عجيبا في محبته العظيمة يا مسيحي، قد حملت الإثم عن نفس الأثيمة، تفدي روحي تفدي روحي. تعالوا نقف مع بعض. صبح الروح. القبر الوحيد الفارغ هو قبر الرب يسوع المسيح، لأنه قام حيا منتصرا غالبا ناقضا أوجاع الموت، لأنه لم يستطع الموت أن يمسكه، فهو رئيس الحياة وهو معطي الحياة. يا ملك الملوك يا سيد الأسياد، وإحنا النهاردة بنحتفل بفدينا الحي من الأموات. مفيش هللويا هنا؟ هللويا. آمين. يا مالك الملوك يا سيد الأسياد،
بنحتفل بفدينا الحي من الأموات يا صدقوني ربنا بيفتح العيون، عيون كتير بتتفتح وبتشوف نور المسيح. أمين. أول ما بدأنا القناة من حوالي 5 سنين
وإحنا بنوصل لقطاع الشباب وطفل من العراق كتب وقال أنا لسه شايف فيلم يسوع وأنا حابب أبقى مسيحي بالرغم إن بابا وماما مسلمين، هل ينفع؟ فقلنا له طبعا ينفع، بس أنت إيه اهتمامك بالمسيحية وإيه اللي بتعرفه عن المسيح؟ قال نفس الشخص اللي شفته في الفيلم هو اللي بيظهر لي في الحلم من وأنا عمري 5 سنين. هو دلوقت كان عمره وقتها 13 سنة، النهاردة عمره 18 سنة. قال أنا عندي عندي صليب ما عنديش شمعة، هل لازم؟ هو عايز يشوف طريقة الصلاة إيه. قلنا له حبيبي الصليب في قلبك ويسوع بينور حياتك، أنت مش محتاج شمعة. وبعتنا له صلواية صغيرة وإدى قلبه للمسيح وماشي مع المسيح. ربنا بيفتح العيون. أخت اسمها بلقيس الشيخ عرفت الرب وكتبت قصتها وقالت تجرأت ودعوته أبي. إحنا محظوظين لأن لينا إله عظيم نقدر نقول له يا أبانا. ليا كل الفخر إن أبويا هو الآب السماوي. أدي قلبي فرحان. كتير من الناس اللي بيجوا للرب من خلفية إسلامية بيقولوا الحاجتين دول، كنا بنفتقد جدا وإحنا في الإسلام، بنفتقد لأبوة الله وأيضا نفتقد محبة الله. إحنا متمتعين يا جماعة بمحبة الله. أعظم مكان تتقابل فيه مع محبة الله هو صليب المسيح. عند الصليب قبلت عداوتي محبتك، عند الصليب قابلت شري بنعمتك، ضايع ولقيتك طريق، ميت ولقيتك حياة، وحدي ولقيتك صديق، هالك ولقيتك نجاة. شوفوا الكلمات الرائعة دي. جوعي هناك قابل غناك. فين؟ عند الصليب. أنا بصلي وإحنا بنسمع الكلمات دي أو بتقدروا تشتركوا معايا إننا نكون عند صليب المسيح. Thank you.
خلونا نحني رؤوسنا في محضر الرب. أعظم طلبة تطلبها النهاردة، قل يا رب أنا بترجاك علشان أقدر أعمل كل الحاجات اللي سمعتها، علشان أحب أعدائي، علشان أعيش حياة الشكر، علشان أعيش حياة الصلاة، أعيش يا رب وألهج في كلمتك. أنا محتاج دايماً أكون عند الصليب. نأتي أمامك يا رب، بنشكرك لأجل وعدك إن منتظروك يجددون قوة. جدد طاقتنا الروحية في محضرك يا رب، وساعدنا علشان دايما يكون أفضل مكان نلقي فيه بأحملنا وأثقالنا وخطايانا عند صليب المسيح. اتقابل يا رب مع نفوسنا الحائرة الخائرة، اتقابل مع نفوس تعبانة يا رب بتسمع هذه الكلمات الآن أو في أي وقت آخر، ليرتسم صليبك أمام عيوننا باستمرار. ونشكرك لأن القبر والصليب لم يكن النهاية، لكنك قمت غالبا ناقضا أوجاع الموت، فأنت الحي المقام من الأموات. نسجد أمامك، نتعبد ليك. اتكلم لكل قلب فينا يا رب في هذا الوقت، كلم خادمك فيتكلم إلينا.
ودعنا نقول لك يا رب تكلم وإحنا أولادك وبناتك سمعين. ليك كل المجد، آمين. خلينا نكمل الكلمات اللي سمعناها من امبارح مع خادم الرب الدكتور حليم حسب الله. نصلي الرب يستخدمه في وسطينا. صباح الخير. خلينا أكمل معاكم ما بدأنا به بالأمس، وخلينا أرى مرة تاني من رسالة بولس الرسول إلى المؤمنين في مدينة أفسس الأصحاح الخامس. رسالة بولس الرسول إلى المؤمنين في مدينة أفسس الأصحاح الخامس، وأقرأ على مسامعكم ابتداء من عدد 15 لعدد 22 أو عدد 21. يقول: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. الرب يبارك هذه الأقوال المقدسة لنا. مجرد التذكرة أذكركم بشيء أشعر بأهميته علشان نقدر نستكمل ما كلمنا الرب به، أن هناك أمور يريدنا الروح القدس أن نمارسها عمليا في كل حين. ولعلكم تذكرون أنني قد ذكرت 5 أمور بالأمس ينبغي أن نمارسها كل حين. من ضمن ال5 أمور اللي ذكرناها امبارح أن نشكر كل حين. الرب يريدنا على الدوام أن نكون شاكرين، شاكرين في كل شيء، شاكرين على كل شيء، شاكرين كل حين. ودي أمور رائعة، وإن كانت تبدو صعبة أمام الإنسان الطبيعي، لكن الشخص المولود من الله لم يكن هناك ما يسمى صعب. لماذا؟ لأن الروح القدس، روح الله نفسه ساكن فيه. فإحنا إذا كنا نصلي فنحن نصلي بالروح، وإن كنا نشكر فنحن نعبر ما يعطينا الروح القدس أن نشعر به فنتكلم به إلى الله. الروح القدس له دوره الكبير في حياة الصلاة والشكر، وبدون الروح القدس سامحوني يبقى لا نقدر نشكر ولا نقدر نصلي. واللي ما فيهوش الروح القدس من أساسه ما هواش مؤمن على الإطلاق، لأن احنا بمجرد ما قبلنا المسيح مخلص شخصي، زي ما بيقول الرسول في الرسالة اللي كتبها للمؤمنين في مدينة أفسس الأصحاح الأول وعدد 13: لما سمعنا كلمة الله عملت في قلوبنا، آمنا، ختمنا بالروح القدس. ختمنا بالروح القدس، أخذ مكانه في حياتنا، صرنا للرب والرب قد صار لنا. وده اللي يميزنا عن الإنسان الطبيعي، أو يميز المؤمن عن الإنسان الطبيعي الذي لم يولد من الله. ولذلك احنا بنعتمد ونستند كلية على عمل الروح القدس في كياننا كمؤمنين. لا نستبعده، لكن لابد أن نعرف قيمة عمل هذا الأقنوم الرائع في حياتنا، الروح القدس. عشان كده قبل ما يقول اشكروا كل حين واشكروا على كل شيء، بيقول امتلئوا بالروح القدس. على قلب ان انا اتكلم بعض الاشياء، ايه اللي خلينا ممكن نشكر كل حين، او بطريقة سلبية ايه اللي بعطل حياة الشكر في حياتنا كمؤمنين. وعكس كلمة الشكر لعلكم تتذكرون التذمر، وما أكثر المتذمرين في هذه الأيام، وما أكثر حياة التذمر فينا، مش بقول برا، فينا كمؤمنين مرات كتير بنتصاب بالتذمر. وحتى وإن كنا لا نعبر بالصوت العالي والكلام الواضح، لكن يؤسفني في كياننا الداخلي، لأن
بتعبر عن حياة التذمر. حياة التذمر تعني حياة عدم الرضا. حياة التذمر تعني أن الله قد أخطأ في عمل شيء في حياتي، ولذلك أنا لا أريد ولا أرغب فيه. ولذلك عندما أتذمر فأنا لم أتذمر على نفسي وعلى الآخرين، لكنني أتذمر على الرب. وده اللي حصل مع الشعب في العهد القديم. اقروا كم مرة جت في سفر الخروج، فقط سفر الخروج بس، اقروا كم مرة يقول تذمر بنو إسرائيل. بدل ما يشكروا اتذمروا، وحاجات في منتهى العجب. يعني لما تشوف كده هوا قدامهم بحر وراهم عدو، اتذمروا على موسى، على الرب، انت خرجتنا من هنا عشان نغرق في البحر. الرب ينشئ العلاج والحل ويوجد الطريق للعبور بطريقة معجزية. عبروا، رنموا، فرحوا، قالوا أروع الكلمات. مفيش وقت كبير وتلاقيهم اتذمروا. ليه؟ مالكم في ايه؟ المية مرة. ومرة تانية اتذمروا، هو احنا يعني طب الأكل اللي خرجنا بيه من مصر خلص، يعني مش هناكل؟ يعني هنموت من الجوع؟ شايفين عمل الرب معاهم طول الطريق، والحياة التذمر على طول شغالة. حاضر، نزل لهم المن، ترضوا بيه؟ اوه فرحوا قوي، طعمه كرخاق بعسل، حاجة جميلة. مفيش، قالوا كل يوم من، كل يوم من، اتذكرنا قدور اللحم. ما تذكروش أكل اللحم، كانوا بيأكلوا سياط على جسامهم، لكن كانوا قريبين من البيوت المصريين فيشموا الريحة. عجب على الإنسان. أهود الإنسان على فكرة، كان في القديم ولا في الجديد، عاوزين لحوم، هأكلكم لحوم لغاية ما تطلع من مناخيركم. وبعدها تلاقيهم برضو تزمروا. إخوتي وأخواتي، هذه هي رحلة الإنسان. لا أتكلم عن العهد القديم، لكن أتكلم حتى في عهدنا الحالي. ما أكثر التذمرات في حياتنا، بينما يريد الرب أن تكون حياتنا حياة الشكر المتواصل. اشكروا في كل شيء، اشكروا كل حين، اشكروا على كل شيء. عشان كده هقولها مرة تاني، ما أسهل النطق بهذه العبارات، لكن ما أصعبها في تنفيذها. نحن نختلف عن العهد القديم. العهد القديم كان الروح القدس يحل على بعض الأشخاص، مش كل الشعب، لا، على أنبياء، على بعض الملوك، القضاء، بعض القضاء، لكن ما كانش واخد راحته سكناه فينا. ليه؟ لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. اسمعها في يوحنا 7 كده، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. هل تمجد يسوع؟ طبعا، لقد مات على الصليب لأجل خطايانا، لقد قام لأجل تبريرنا، لقد صعد فوق جميع السماوات، لقد سمع القول الرائع، اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. قبيلته السماء لأزمنة رد كل شيء، وجد في بيت الآب حي لأجلنا يشفع فينا. أعطي لنا الروح القدس، هذا هو الجواب. عندما تمجد المسيح أعطي الروح القدس في يوم 50، الأمر الذي لا يتكرر. هقولها مرة تاني، الأمر الذي لا يتكرر. يعني لما بنقول له حل علينا بروحك، كلام مش مظبوط. حل، عاوز حل تاني؟ يبقى انت عاوز لك مسيح يموت تاني، وهذا لا يمكن. إذا تكرر حلول الروح القدس، لابد أن يتكرر قبله تجسد المسيح وموته مرة أخرى، وهذا من المستحيل. لقد قال الرب يسوع في يوحنا 14، أرسله يمكث فيكم، يمكث معكم. ولذلك هي مرة في يوم 50 للدلالة على أن المسيح قد تمجد. الله قبل هذا العمل، انفتح الباب لينا، برحب بكل إنسان يتوب ويرجع ويقبل المسيح مخلصا شخصيا له، يختم بالروح القدس. لقد صار لنا في العهد الجديد الروح القدس المعطى لنا من الله. على فكرة، زي ما الحياة الأبدية هي عطية من الله، الروح القدس برضه أعطي لنا من الله. اسمعوا الآية دي كده، محبة الله التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس، قولوها معي، المعطى لنا. فالروح القدس أعطي لنا، ساكن فينا،
ده يميزنا بقى عن موسى وعن الشعب القديم كله وحتى عن إبراهيم ذاته، تخيل. ولذلك لنا الروح القدس المعين المشدد المشجع الذي يذكرنا بأقوال الرب، يذكركم بكل ما قلته، الذي يأتي بأمور نجهلها تماما يخبرنا بها، يأتي بأمور لإخبارنا بها، يستمر ملازما لنا لغاية ما يوصلنا بالسلامة عنده. ولذلك مرة تانية أرجع وأقول ضروري ومن المهم أن ناخد بالنا من الروح القدس وما يعمله فينا. اسمحوا لي، عندنا مشكلة كبيرة، طبعا أنا بقول الكلام ومسؤول عنه، عندنا مشكلة كبيرة، عندنا مشكلة لناس أقصى اليمين، وعندنا مشكلة لناس أقصى اليسار. وعفوا مش شتيمة، لا خير في هذا ولا ذاك. أقصى اليمين الروح القدس متهم، محطوط في قفص الاتهام، كل حاجة الروح القدس عملها، الروح القدس، الروح القدس، الروح القدس قال لي، الروح القدس متهم، مش كل حاجة. وفي ناس تانيين لرد الفعل لهؤلاء القوم انخرطوا ناحية أقصى اليسار ولغوا الروح القدس خالص. ناس اتهموا الروح القدس في كل ما يحدث، وناس لغوا الروح القدس. خلينا معتدلين، الروح القدس هو شخص، هو أقنوم إلهي، كما كالآب والابن في وحدة واحدة. الروح القدس هو روح الآب، الروح القدس هو روح الابن، الروح القدس هو ذات، الروح القدس هو الله، أعمال الرسل 5. عشان كده يذكر، يتكلم، يفرز الخدام للخدمة، يبكت على الخطية، على بر، على دينونة، بيعمل في الكنيسة بكل قوة، بيدي مواهب لبنيان كنيسة الله، يلازمنا، يرفعنا، يرجعنا إلى الشركة مع الله. الروح القدس ليه كيان موجود، فما نقدرش نلغيه. نحن لا نؤيد الهرطقات ولا نؤيد الإلغاء، لكن لابد أن نكون معتدلين. عشان كده الروح القدس له دور كبير في أننا نعرف، وله دور كبير في أن وصلنا لحياة الشكر، الشكر المتواصل. هذا ما يميزنا عن مؤمن العهد القديم. ولذلك التذمرات كثرت في العهد القديم، ما فيش الروح القدس كالآن في سكنه وإقامته، نحن لنا الروح القدس. عشان كده لما يقول تشكروا، الرب عارف بيقول لنا ليه، وعارف ان يقدر يعيننا عشان نعمل ايه. طب اقول لكم على حاجه، مش من ضمن الاشياء اللي تعلمناها واحنا شباب وتعلمتوها وبتتعلموها دلوقتي اننا لازم نخدم الرب؟ ايه رايكم؟ مش دايما نقول للشباب، يعني دايما لما بخدم الشباب بقول له اسمع يا حبيبي، اخدم الرب في شبابك قبل مشيبك، ستاتي ساعه في مشيبك لا تستطيع ان تخدم الرب، استغل قوتك كلها في خدمه الرب، اعمل لخدمة الرب. كلنا عاوزين نخدم الرب. طب ايه رأيكم ان في خدمة مجهولة؟ خدمة مجهولة، لما بنقول خدمة احيانا بناخدها على اساس المنبر، انا نفسي اخدم الرب بس مش راضيين يدوني فرصة اوعظ، مفكرين الخدمة هي الوعظ. حبايبي الوعظ مش هو كل شيء. انا اقول لكم على خدمة مفيش الايام دي للأسف، لكن لا، نفسنا تعود الخدمة دي وترجع. في الرسالة إلى العبرانيين، هارا آية، هارا معاكم آية، شوف كده في العبرانيين أصحاح 12، عبرانيين 12، وهارا معاكم كمان العدد 28، عدد 28. اسمع الآية دي، أو لو معاك الكتاب افتح الكتاب. ليه أنتوا ما بتفتحوش الكتاب؟ شايف الكتب أنا معاكم، بس افتحوها. طيب افتحوها كده واقروا الآية دي معايا، بصوا كده يقول ايه. لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا، حد فتح الكتاب ممكن يقراها، ليكن عندنا، ايوه، شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. يعني وانت بتشكر الرب بتعمل ايه؟ انت بتخدم، بتخدم الرب. انتوا عارفين اللي بيخدم الرب ده في جبهة قتال ضد الشيطان وأعوانه وأفعاله. طب وراكم في اللي يشكر الرب ده في الجبهة الأولى؟ عارف ليه؟
لما بتشكر الرب كأنك على طول بتقول للرب ايه؟ انا شاكر وراضي، اللي تعمله معايا خير وبركة، يرضيني ما يرضيك، حتى وان كنت اتألم لكنني يرضيني ما يرضيك، في الحلوة والمرة اشكرك، في الصحة والمرض اشكرك، لما تعطي ولما تاخد اشكرك، لما تكون الظروف صعبة او الظروف سهلة اشكرك، لما الناس ترضى عليا او الناس ترفضني انا بشكرك، لما تحطني كده وفي حيرة ومش عارف سكتي فين انا بشكرك. عارف الشكر ده بيعمل ايه؟ انت بتعلن مجد الله في حياتك وانا ومعاك في حياتي، وفي نفس الوقت احنا بنصفع الشيطان على وجهه وبنقول له مالكش طريق تدخل ابدا عندنا بيني وبين سيدي، ان سيدي يفعل لي خير على الدوام. تقولوا امين؟ عشان كده لازم نشكر الرب، نشكر الرب، لازم نعرف دور الروح القدس في حياة الشكر، وده شيء مهم. ولذلك احط بعض الاشياء بسرعة قدامكم لكي شكرنا يتواصل. احط بس عن كم عنوان من رسالة بولس الرسول الى المؤمنين في مدينة افسس. رقم واحد، اعرف ما لك هذا يقودك الى الشكر العميق. ادي رقم واحد. هقولها تاني، اعرف ما لك هذا يقودك الى الشكر العميق. لكن من غير ما تعرف ايه اللي ليك في المسيح يسوع هتشكر على ايه؟ بس قول لي يعني. ما انا عارف البشر، انتوا تعرفوا الناس الاشرار، اكتر واحد بيسافر انا، من بديت سفري من على الحمار زي ما بيقولوا، ثم الى السياره، ومن السياره الى القطار، ومن القطار الى الطياره، فبتقابل مع خلق الله من كل النواحي. تبص تلاقيه شرير لابعد المستوى، وتبص الحمد لله، كلمه الحمد لله يعني نشكر الله، الحمد لله، ومش ايده مقلوبه، نشكر ربنا الحمد لله. فالناس بتشكره، تساله بتشكره على ايه؟ يقول لك على الصحه يا اخي، وعلى الاولاد وسلامتهم، نشكر ربنا لم يعوزنا حاجه، كل حاجاتنا مرتبه. فالناس بتشكره، بس بتشكره على ايه؟ مين يقول معي؟ على الامور الماديه، على الامور الحاضرة، على الأمور العالمية القابلة للزوال في أي لحظة. يا ما أغنياء بفقراء، ويا ما فقراء بأغنياء، العجل بدور بلف، واخدين بالكم معاه؟ اللي تحت بيبقى فوق، واللي فوق يبقى تحت، وده حال العالم. فالناس بتشكر على حاجة قابلة للزوال والانتهاء، أما نحن المؤمنين لنا ملكوتا لا يتزعزع، احنا لنا أمور مستقبلية عظيمة ورائعة. عشان كده ينبغي أن يكون عندنا شكر به نخدم الرب خدمة مرضية. اعرف ما لك. ولذلك الرسول بولس في الرسالة اللي كتبها للمؤمنين في مدينة أفسس فتح الروح القدس السجل أمام المؤمنين، ففي عدد 3 فصحح 1 اسمعوا كده، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا. مين مذاكر؟ مين حافظ؟ باركنا بكام؟ بكل، خلي بالك من كلمة كل، باركنا بكل بركة. ما تقولوا معايا روحية فين؟ في السماويات. حطها في قاموسك كلمة كل دي. أنا عارف حافظين الآية، بس أنا عاوز بعض العبارات الصغيرة. باركنا بكل، عارف كلمة بكل يعني؟ بكل ما عنده، بكل ما لديه. إيه ده؟ عطاه لمين؟ أنا وأنت وأنت، عطاه لنا كمؤمنين. اسمعوني يا حبايبي، عاوز اقول لكم على شيء، مش مهم ان انا اقول كل حاجه في الخدمه، بس انا عاوز اركز على بعض الاشياء تقود حياتنا الى الشكر. ايه رايكم لما قبلنا الرب يسوع مخلص شخصي؟ اقنعنا الروح القدس فقبلناه مخلصا، صرنا ايه؟ عبيد الله ولا اولاد الله؟ اللي يريحكم، انتوا اللي يريحكم قولوه، انا اقول اللي يريحني في الكتاب المقدس. ها؟ صرنا عبيد الله ولا اولاد الله؟ لا، ده انتوا متفقين معايا، احنا اولاد الله. طب إن كنت ابنا فأنا وارث لمين؟ لبابا، أبويا، وارث لله باعتباره أبونا السماوي، وارث لله بالمسيح يسوع، ده الأساس التوريث. من غير المسيح مش هتورث، ما تغلبش حالك. مش كل واحد على دينه وموت على دينه، يا حبيب قلبي السكة واضحة، المسيح وبس، ما فيش حاجة تانية عندنا. عشان كده وارث لله بالمسيح يسوع رب. طب لا، ده هنزودها شوي. اسمع بقى، من يشهد لك؟ العالم؟ ويعرفنا العالم
هو بيجهلنا العالم، امال ايه اللي يعرفنا؟ هو ابونا يعرف اولاده، الروح القدس بعرفنا. اسمع كده، الروح نفسه، رومية 8، الروح نفسه يشهد لارواحنا اننا اولاد الله، ان كنا اولاد فنحن ورثه مين؟ ورثه الله ووارثونا، خلي بالكم، مع المسيح. ايه ده؟ ورثه الله باعتباره ابونا ووارثونا مع المسيح. ايوه بس كبيره قوي دي، عارف ليه؟ لان الوحيد، الابن الوحيد، الابن الوحيد لما بالايمان بشخصه جاءت ابناء كثيرين، وهو ات عن الله، وهو ات بابناء كثيرين الى المجد، خد لقب رائع، صار بكرا بين، قول عشان اتاكد الايه واضحه، ها، بكرا بين ايه؟ اخوه كثيرين. يبقى الصغيرين وارثين مع البكر، فعشان كده وارثون مع مين؟ ما تقولوا معاه، مع المسيح. لا استنى بس، طب والمسيح وارث ايه؟ ما دام وارثونا مع المسيح يبقى نعيد للميراث بتاع المسيح. المسيح وارث ايه؟ يوحنا 17، اسمعوا الرب يسوع بيقول ايه للآب؟ كل ما هو لك هو لي، وما هو لي فهو لك. يبقى كل ما للآب هو للابن، وكل ما هو للابن هو للآب. احنا فين موقعنا؟ موقعنا؟ طب اسمع الآية الحلوة دي، ركز كده وخد بالك من الآية دي، يوحنا 14 وعدد 20، من الآيات المحببة عندي قوي. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. لا نقولها تاني، في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي. الابن فين؟ في الآب. والآب فين؟ في الابن. طب كمل الآية، تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في، يبقى احنا فين؟ احنا في الابن وأنا فيكم. يبقى الرب يسوع فين؟ في الآب. وفين تاني؟ وفينا. ويبقى احنا فين؟ في الابن. وفين تاني؟ قولها ما تخافش، في الآب. ايه ده؟ يا لها من واحد، يا لها من روعة، ليكون واحدا فينا كما أننا نحن واحد، يوحنا 17. يبقى إذا ما للآب هو للابن، وما للابن هو المين؟ ما تقول معاي لنا. والابن يارس كام؟ ما تقول معاي كل شيء. يبقى أنا وارس كام يا أخونا؟ الذي لم يمسك ابنه الوحيد عنا، لم يشفق على ابنه، بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه ها؟ أيضا إيه؟ ما تقول معايا كل شيء. يبقى أنا ليا كام؟ كل شيء. تعرفوا عيسو؟ أكيد تعرفوه. لا مش عيسو اللي من بلدكم، عيسو اللي في الكتاب المقدس. عيسو أخو مين؟ أخو يعقوب. فاكرين يعقوب لما كان هربان من بيت خاله؟ وبعدين عيسو جه يستقبله في سفر التكوين، تلاقوا الكلام ده. عارفين لما قدم له الهدية، هدية شوية معيش على شوية حمير على شوية خرفان، ما ها من العالم للعالم، خد هدية. فما هذا يا أخي؟ قال له هدية ليك أنت. اسمع عيسو يقول له إيه؟ لا يا أخي، لي الكثير. خدوا بالكم من الفرق، لي الكثير. لكن يعقوب بيقول له ايه؟ اقبل يا اخي فانا لي كل شيء. انتوا نايمين ولا معايا؟ يبقى اهل العالم مهما امتلك بيقول ايه؟ لي الكثير. لكن المؤمن مش ليه الكثير، عاوز اسمع لنا كل شيء. يبقى احنا اغنياء ولا فقراء؟ وان كان نبدو كفقراء لكننا نغني كثيرين، وإن كان يبدو كأن لا شيء لنا لكننا نحن، قولوا معاي، نملك كل شيء. متى أدرك المؤمن ما له من الله في المسيح يسوع يعيش شاكرا مهما كانت الظروف. أعرف ما لك فهذا يزيدك شكرا في رحلة الحياة، وده اللي ركز عليه الرسول بولس في الرسالة دي في الأصحاحات الثلاثة الأولى، لما يكلمهم عن مقامهم ومركزهم وما لهم في المسيح يسوع على مبدأ النعمة وليس على مبدأ الاستحقاق. كلما المؤمن يزداد إدراكا ومعرفة بما له في المسيح من الله بمقدار ما يزداد شكره باستمرار. عشان كده يرجعني الكلام ده، عارفين اللي فين؟ معلش اسمحوا لي،
مزمور 103، المزمور المعروف عندكم كلكم. لما يبدأ المزمور يقول ايه؟ باركي يا نفس الرب. انا كنت اتوقع واحد زي داود ملك، وملك عظيم من الملوك المعروفين مشهورين في عصره، كنت اتوقع يقول باركي يا نفس الرب الذي اخذك من وراء الغنيمات وجعلك ملكا على شعب. باركي يا نفس الرب الذي اعطاك قصرا جميلا وممتلكات بلا حدود. باركي يا نفس الرب الذي اعطاك انتصارات رائعه وعلى مقامك. كنت بفكر في كده، لكن تعرفوا ولا حاجه ذكرها من هذه الامور، ولا حاجه، لا راح ناحيه المملكه ولا الممتلكات، لكن اتجه اتجاها روحيا. هذا ما يجب، عرف ما له من الله، فلم يجد سوى أن يناجي نفسه بالقول باركي يا نفس الرب. خدوا بالكم بقى لما يقول باركي يا نفس الرب، قال وكل ما في باطني، يتحرك كيان الداخلي كله يبارك اسمه القدوس. يعني أول شيء اتأمل في داود ويبارك الرب لأجله شخصه، مش شخص داود، شخص الرب. وانا عاوز اقول لكم، مع اني قلت لحضراتكم نبارك لاجل كل ما لنا من بركات، اعرف ما لك. عاوز اقول لك على شيء، البركات جميعها بدون الرب يسوع لا تعتبر شيئا، لكنني اعظم واشكر الرب لانه هو لي وانا له، انا لحبيبي وحبيبي لي، فانا اشكره لاني لي. وان لم امتلك شيئا فيك يا دنيا يكفيني شرفا أن نصيبه هو الرب، قالت نفسي. هو ده اللي خليك تشكر، اعرف اللي ليك، اعرف ان الرب ليك، اعرف ان ما يمتلكه الرب هو ليك. بمقدار ما ندرك، بمقدار ما نعرف، نستطيع أن أن نشكر. اعرف ما لك تستطيع أن تشكر. كنت نفسي أتكلم على كام حاجة تاني، لكن خلاص بس أذكر عنوان تاني وكفاية. رقم 2، لا هنقول 3 ولا 4 ولا 5، لكن رقم 2 مش هنعلق عليها كتير. اسمع كده، علشان تستمر شاكرا اسلك سلوك صح، عيش صح، عيش صح، لأن ما حدش يقلل شكرك غير المنغصات اللي تنبع من داخلي وداخلك بسبب الزلات والهفوات والسقطات. لا تحزن روح الله القدوس. أول ما تلاقي نفسك واقع تفكر في نفسك، وأول ما تفكر في نفسك الشيطان ينق عليك، ولما الشيطان ينق عليك تسند راسك بإيدك وتلاقي نفسك تطلع منك داخلك زفرات. مالك بس ما تقول شكرا؟ لا، عشان كده يركز الرسول بولس للمؤمنين في مدينة أفسس بعد معرفة ما لهم على ما يجب أن يفعلوه، فتكلم معهم عن سلوكيات ينبغي أن نسلك كما يحق للدعوة، ينبغي أن نسلك في المحبة كما أحبنا الله، ينبغي أن نسلك في النور كما هو نور، ينبغي أن نسلك بالتدقيق، ينبغي أن نسلك بالحكمة. اقروا الرسالة تعرف، لابد أن يكون سلوكنا متوافق مع ما لنا، متوافق مع مركزنا ومقامنا، وكلما سلكنا بطريقة صحيحة كلما عرفنا ما لنا، كلما امتلأ القلب بحياة الشكر. شكلها هقول رقم عنوان تاني 3، جهز حالك خلاص، أنا خلصت أخ منير. رقم 3 مهمة قوي، إذا عرفنا ما لنا وإذا سلكنا بطريقة صحيحة، هذا يقودنا إلى ضرورة الملء بالروح القدس، لأننا لا نعرف ما لنا ولا نعرف كيف نسلك إن لم يملأنا الروح القدس. ودي رقم 3، عشان كده يتكلم في أصحاح 5، امتلئوا بالروح. وعندما نمتلئ بالروح نستطيع أن نعرف ما لنا. رقم 2، نسلك بالروح فلا نكمل شهوة الجسد. رقم 3، تكون حياتنا حياة الشكر المتواصل. رب ادينا نعمة نعرف اللي لينا، نعيش صح، نمتلئ بالروح القدس. تقولوا آمين.